بونجور توتي اتو، صباح الخير عليكم، مساء الخير عليكم. الزول في اللون يتما يسمى الزول مقران pour cette matinée du lundi hein, aujourd'hui normalement dans le monde entier c'est début de semaine. Malheureusement nous en Algérie on a débuté la semaine hier hein, voilà dimahna aks l'alm. Alors merci beaucoup pour les messages de ce matin, merci pour les fleurs, merci beaucoup. Je viens de voir les messages, atikum saha, bonne matinée à vous aussi. Alors, wallah yannes, excusez-moi, vraiment, j'essaie d'être optimiste. Hein. Moi, je suis optimiste. Mais parfois, quand je vois ce qui se passe en Algérie, wallah l'adim, yani, je ne vous cache pas que la situation n'est pas bonne. Wallah l'hala mahim liha yannes. Wallah ghir mahim liha l'hala yannes. Rabbi yjib l'khir brak. Rabbi yjib l'khir brak. La situation n'est pas très bonne en Algérie. Hein, j'espère que tout ce que je vois, hein, je suis en train de voir des choses qui vont venir, des choses bizarres, des choses vraiment qui ne sont pas très bonnes pour le dire. Hein. Ce n'est pas que je suis alarmiste, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Lorsque vous voyez que des gens qui sortent de prison, normalement, lorsque quelqu'un sort de prison, il sort... Hein, normalement, il va dire « Oui, j'ai regretté d'avoir fait ça. » Non, au contraire, c'est la première fois dans le monde qu'un prisonnier sort de la prison acclamé par ses acolytes, hein, parce que ce sont des islamistes, hein, des comme ça, et qui menacent et qui continuent de menacer. Alors là, ça me fait très, très peur. Ça me donne froid au dos, je vous jure. Je vous jure que ça donne froid au dos. Wallah yannes. Ou le khatra fl'ad. N'chouf. Fi bled ki ma fil-Jazair. N'es ki t'khurj mil-habs. N'insani kou l'hamdulillah ya rabbi. Farj ali ya rabbi. Wkhurjt mil-habs. Balak ma ash n'awad. Ma ash n'zid n'dir shihada. Wa n'kwa'si dari. Ou kda ou minna. Non. N'es hadou yukhurjou. Ou dham islamiyin. Yukhurjou. Ou n'es tsefqa alihom. Ou zid wihiddou. Ou yikul kindiru windiru. Ou n'tayhu l'hukouma. Ou n'tayhu d'oula. Ou n'tayhu l'savi sécurité. والله نديري ما كان والو خلاص ما كان والو. انا يكون انا الغالب انا قلت لهذا كيف اسمه لهذا الجماعه الحاكمين كيما هذا تبون هذا وجماعته يا جماعه والله غير حرام عليكم يا جماعه والله العظيم لو كان جات الجزائر لاباس عليها نقول لكم اقعدوا ديروا كيما دار بوتفليقه والجماعه الاخرين وفي الامانه سيدي حتىني يفرج ربي. مي الحاله رايحه فيها وانتم قاعدين يا جماعه. ما قدرتوا تسيروا البلاد كيما الرجال الكل، ما قدرتوا تروحوا تخليوا عليكم الحكم وتخليوا الناس يجيوا يمنعوا البلاد، وعلاش تخليوها كيما هكا؟ بوركوا؟ واش تسناو نتوما؟ واش تسناو قاعدين تجتمعوا وتمسخروا وهذه انتخاب وهذه منا والناس تهدد فيكم ليل ونهار والناس مخرجين لكم ليل ونهار والناس راهم قاعدين يدير لكم في لي بروبليم والناس راهم كيما قال واحد حتى الاحزاب يقول لك احنا ماناش رايحين للانتخابات، واش من انتخابات تهضر عليها انت يا من فضلك؟ واش من انتخابات اليوم الناس كل على بالهم بهم باللي الانتخابات هذه ماهيش راح تكون والحزاب انا في انتظار لفافاش ثاني وانتظار حزب اخرى يقول لك حنا ما نشاركوش. واش دير انتخاب وحدك انت والحكومه نتاعك وتمشي ولا كيفاش؟ هي درتوها مع القايد هذا كما قال واحد اللي فلق الجزائر بزايد. يعني والله يا جماعه هذا يعني تشوفوا حوايج يعني فريمون تشوفوا حوايج تلقاو يعني فريمون مانيش فاهم انا الحكومه هذه واش تسنى هذا تبون وجمعته واش تسنى. انا ما فهمتش داك الشيء ما كاين مؤسسه عسكريه عندهم كاينش واحد يكون في حل الغاز راجل يحطوه كيما السيسي باش يمنع البلاد. قال اخويا نحطوا هذا سي محمد هذا قال حط الاستقاله نتاعك هذا تبون يحط الاستقاله نتاعو يعينوا حكومه على راسها كاينش في حل كي سيسي كاينش في حل كي سيسي. قال اخويا حنايا هاي حبيتوا حكومه انتقاليه هاي حكومه انتقاليه نجيبوا ناس نعطيو لهم هذا الفحل هذا قال جيب الناس معاك اللي تخدم اللي تعرفهم انت والباقي اللي ما تعرفهمش نجيبهم احنا من الخارج نجيبهم من فرنسا نجيبهم من كندا نجيبهم منها. قال اخويا هذه حكومه انتقاليه ومن بعد تكون فحل واللي يتحرك تكسر القرون نتاعو اللي يتحرك تكسر القرون نتاعو وهذا السيد هذا يخدم باش يخرج الجزائر من من من, من هذا التونيل اللي دخلت فيه هذا التونيل المظلوم. شوفوا اليوم الناس يا ابن عمي واحد كيما هذو دي اسلاميست ما يسواوش ما يسواوش ما على باليش انا والله ما يسواو حاجه باش ما نقولش حاجه اخرى.
ما يسوى والو سون دي زيرو. والناس كيما هادو لا يعرفوا لا يقراو لا يعرفوا لا يكتبوا لا يعرفوا لا يديروا، وجايين يمناصيو في الدوله، وجاو يمناصيو في الدوله. دوك نعطي لكم دركا وتشوفوا، يعني والله غير بريمون سي نابورت كوا. شوفوا واحد السيد هذا يقول له بوراس البارح كي تلقوه واش دار. شوفوا يا ناس فوز علي فواغ، شوفوا قدامي من عقل. هاكم عيطوا قدام السجن مخابرات إرهابية. الكره نتاع الفيش باش يكون فيها الكره. ماذا يا جماعه؟ هذا وين تلقوه؟ هذا بوراس هذا نتاع الفيش. معتقلين الاحرار وليس معتقلي الراي. معتقلين الشرفاء. لماذا تقفون ضدهم يا جماعه؟ تتقفون ضد هجمه اخرى من هجمات النظام ضد الحريه. فالغرض ليس اعتقال حسن بوراس او عبد الله بن نعوم او طابو، انما هو محاوله لتكسير هبه الشعب الذي لزم على نفسه في الشارع وقال الحرية ما نشأت. ما هي الحرية يا جماعة؟ الحرية هي مكسب يأتي بعد نضال الجمال ثم يصير فرديا أن يصير واقعا يماشر الأفراد. نحن نناضل أن الحراك لم يخرج ليسلم الحكم إلى العسكر. اسمعوا مليح اسمعوا. ولا أن يتغير رئيس فاسد بوزيره أشد فساد. الحراك لم يخرج لتغيير وجوه بوجوه يا جماعة. الحراك خرج ليسترد الجزائر اختطفت منا سنة 1960. لاحظوا معي يا جماعة، النظام دخل ثلثين منا بصح ما فرش جمهورية الرعب اللي بداها باقتحام الدبابات إلى العاصمة. ما رجعش ومازال يبقى على جمهورية الرعب لأنها هي السبيل الواحد لبقائه. الأنظمة المستبدة عندها الصوالح. أوصي كل حر وشريف تعاهدنا على هذا الطريق أن نحرر الجزائر. لا يحق لنا أن نتكلم عن الثورة التحريرية ونحن عاجزين على انتقاد جنرال مقبور، ولا على تكلم على وزير بوتفليقة. نحن لن نغير وجوه بوجوه. اليوم في المحاكمة أنا لم أخرج يوم 22 فيفري لأني حراكي. أنا مناضل جسدت نضالي في الحراك. ومع الأيام التي نقضيها يا جماعة، النظام في حال الضحك. ومع الأيام التي نقضيها النظام في حال الضحك. حبنا واليوم يخرج بالحمير يسبها. شوف هو يقول بالحمير، يقولوا بالحمير، يعني يسب في رئيس في وزير ويقول باللي احنا جينا خرجنا باش باش نرجعوا للجزائر اللي اختطفت منه. شكون هو منه؟ هو من تاع الاسلاميين من 62. تو سي بروبو لا سون دي بروبو غاف، دي بروبو دونجورو. لو كان جات الدوله، ولو كان في الدوله كاينه، لو كان جاو هادو الناس هادو اللي قاعدين اليوم يحميو في الكراسه نتاعهم في الفوتيه نتاعهم، لو كان جاو في حوله وكانوا جاروا وجاو رجعوا ارجازن، هاد السيد هذا والله ما يبات في دارو، والله ما يباتها في دارو. باسكو هذا كل اللي قاعد يقول الاهانات. تو دابور خرج من السجن ما عندوش بزاف. واحد كيخرج من السجن نورمالمون راهو عنده هادو حتى اللي يحكموا عليه، هادو اللي قراو، هادو اللي جوج هادو كانوا يروحوا يحاوزوهم يروحوا. باسكو كيخرج واحد من السجن راهو يخرج لازمك تعطي له اون بيريود دو سيغتي، عيطوا لها لازم تعطي له اون بيريود دو سيغتي. قال له راك تحت الإقالة، واش يقولوا، راك خرجت داكوغ، تو ليبر داكوغ، بصح راهو عندك عامين ولا عام حبس تبقاهم سلسي، بيريود اللي نشوفوك فيها اسكو رجعت للطريق ولا لا. وعلى هذا هذيك الليله هذه بعد يولي عاود يبات في السجن، يولي عاود يبات في السجن. والله يا جماعه غير هلكتوا البلاد، والله يا مشيو تبون وجماعتك، والله غير هلكتوا البلاد، والله غير هلكتوا البلاد، هلكتوا البلاد. واش نقول لكم؟ والله الله غير حرام عليكم، والله غير حرام عليكم، والله غير حرام عليكم. الشيء هذا اللي راكم ديروا فيه الناس قاعدين راكم تشوفوا كيفاش البارح جاوا حتى قدام المجأ قدام الحبس في الليل ويهدوا فيكم
ويقول لكم نقيحوا النظام ونديروا ونديروا وقال لكم احنا تبدلوا لنا هذا وجيبوا لنا هذا ما تمشيش، دونك لازمكم تعطيهم المفتح، لازمكم تعطيهم المفتح الدمويين هذو اللي جاوا يحبوا رغم التنازل، رغم التنازل الرهيب اللي داروا بوتفليقة، رغم التنازل اللي راح دار هذه اللي عيطوا لها المغالطة وهي راهي عيطوا لها مصالحة وهي راهي مغالطة، ورحتوا طلقتوا ناس اللي ذبحت ناس وقتلت ناس وسمحتوا لهم انتوما والشعب ما سامح لهمش، الشعب ما سامح لهمش، انتوما اللي رحتوا زورتوا الانتخابات ودرتوها 99.99% الشعب قال لكم ديروا المصالحة وهي ماهيش مصالحة هي مغالطة، خاطرش المصالحة منين تكون؟ يتقال حنا نعرفوا المصالحة كي يتقابضوا زوج نصلحوا ما بيناتهم، مي هاد المصالحة درتوها بين من وبين من؟ فهمونا طراش، بين من وبين من؟ كان ناس هزا سلاح وتقتل في الشعب وتضرب في وتقتل في الناس، والدوزيام بارتي وين هيك؟ الدوزيام بارتي مات مسك ربي يرحمهم، ردوهم حيين باش نصالحوا ما بيناتهم اسيدي، رجعوهم حيين. والوقت هذاك ثاروا مالين مساك الناس اللي كماتوا وقالوا لكم ما نحبوش نمدوا يدينا في يدين الناس اللي ملطخه بالدم، وصرتوا انتوما صرتوا انتوما باش تقعدوا فوق الكرسي صرتوا تصفقوا وقالوا مصالحه مصالحه مصالحه، هذه هي المصالحه وجبت لكم اليوم. الوقت هذاك ثاروا الناس وقالوا لكم ما نحبوش المصالحه نتاعكم، ثاروا ولاد الشعب اللي قتلوهم هذ الدمويين، الدمويين اللي اغتصبوا النساء باسم الاسلام وقتلوا الناس وذبحوا ناس وقالوا لكم لا لا، وقالوا لكم لا لا، وانتم حقرتوهم ورحتوا درتوا الشيء اللي حبيتوه واليوم هاكم رجعتوا، هاكم رجعتوا في الاخر. اوكي هاي تفرجوا ما تفرجوا، هذه في 99 يا جماعه، هذه في 99 تشوفوا الناس كي داروا هذه اللي كيبرقوا الدمويين. Yeah.
فوالا فوالا، على جات الكرسي تاعكم باش تقعدوا في الكرسي وباش تقعدوا في الحكم. رحتوا خدعتوا، خدعتوا الامه كامله، خدعتوا الناس اللي ذبحوا، خدعتوا ماليهم، خدعتوا الناس اللي ماتت في الجبال مساكن باش يردوا الجزائر تبقى جمهوريه. ويجي واحد كيما هذا بوراس هذا اليوم يقول لك انا ما نستعرفش بالجمهوريه هذه، جمهوريه الطغيان وجمهوريه الطغاة. ورحتوا سامحتوا لهم وخليتوا لهم اليوم كيما قالت اليوم الحراسه عليهم وتسلكوا فيهم. درتوا هكا وانتم تسلكوها غدوه، درتوا هكا راح تسلكوها غدوه. غدوه يا جماعه يا الجيش الوطني الشعبي، انا نقول لكم ليكم انتم، نوجه لكم ليكم انتم الاخر لهذا الميساج هذا. اذا خليتوا رجعوا لكم هذ الذباحين راح يبداو عليكم انتم الاولين. اذا خليتوا هذ الذباحين عاودوا رجعوا لكم كيما بوراس هذا وجمعتوا، راه غدوه الصباح تصالكم كي ايران، صرالكم كي ايران، وين يكون واحد اللي منع البلاد في التسعينات واللي هز السلاح ضد الارهاب راهو يوليو يذبحوه في الطريق، راهو يوليو يذبحوه في الطريق. ماذا الميساج راهو ليكم انتوما، تبكي ماتهم وما تبكيش ماتكم انتوما، تبكي ماتهم بالدموع نتاع الدم، كسوا هادو الذباحين ولا كسوا هادو اللي في البوفوار. انتوما ما تخليوش الجزائر تطيح في يد هذا الذباحين هادو، راكم في الدونجي، راكم في الدونجي، نهضر على لي فور سيكوريتي كاملين، راكم في زيتون دونجي. ونقول ثاني للناس اللي عندهم ماليهم ذبحوهم الارهاب، والناس اللي ضد الارهاب، راكم نتوما ثاني راكم في دونجي، خاطرش الناس هادو راهم جايين باش يسوفونش، جايين باش ينتقموا، جايين باش ينتقموا. والدولة قالها ضعيفة وقالها غير دوكا سي بوراس هذا الإسلاميست هذا وقالها دفوة، الدولة راهي ضعيفة وعنده الحق. لو كان جات الدولة ضعيفة ما تهضرش الكلام هذا. أنا نقول لكم يا جزائريين، إذا تسمعوا فيا وتنجموا تبارطاجيو هذا الفيديو باش خاوتنا يسمعوا، الجزائر في خطر والشعب نتاعها في خطر. غدوة راكم راح ترجعوا أكثر من أفغانستان، غدوة راكم راح ترجعوا أكثر من سوريا. وكي نقول لكم غدوة، راه ماهوش عامين، راه ماهوش ثلاثة، راهي عام قريب. كاش ما كان واحد في حل، كاش ما كان واحد في حل في المؤسسة العسكرية، يثور يهضر مع شنقريحة ويهضر مع الجماعة، ولازم توليو تحكموا البلاد وتوليو تبون هذا وجمعته قال ديميسيوني. ما نجموش خليهم يروحوا في حالهم، ما قدروش. وجيبوا ناس فحوله، جيبوا ناس فحوله، ولازمكم تهزوا البلاد ولازمكم تمنعوا الشعب، باسكو الذباحين راهم عاودوا وجابوا الماس وراهم جاوكم. الذباحين راهم جابوا الماس وراهم جايين ليكم، وراهم ما يطولوش يذبحوكم كي الكباش، راهم ما يطولوش يذبحوكم كي الكباش. راهو لو كان تجيبوا لهم النبي عليه الصلاه والسلام تخليوه لهم تقول لهم باللي ها هو يجي في بلاصه في بلا يحكم في بلا منا، راه ما يقبلوش. جيب تبون، جيب ولد من عبالي شكون، بدل لهم، جيب حتى واحد من المادي كان عمره ما حكم، جيب ناس، راهم ما يقبلوش. كما قال لك حنا خرجنا 22 فبراير باش نرجعوا الجزائر اللي سلبتوها منا في 62. والفاهم يفهم. هما قال لكم 62 يحبوا يديروا الجمهوريه كما يقولوا هما الاسلاميه، هما يحبوا يديروا الجمهوريه نتاع الذباحين، يحبوا يديروا الجمهوريه الدمويه، وانتم ما خليتوهمش. واليوم جات الفرصه ليهم باش يرجعوا بالقوه وباش يحكموا البلاد بالقوه، وانتم ضعاف، ما نجمتوش تواجهوه، ما نجمتوش. عندكم ما عاد قداش ملي كان ويحيى شاف دي غوفرنمون، ملي كان ويحيى وحنا نقولوا له يا ولدي الحلال هي ماشي مليحه، يا ولدي الحلال هي ماشي مليحه، يا ولدي روحوا، اذا ما نجمتوش روحوا خلي يجيو ناس اخرين. وهما لا 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 لا، انتم قاعدين فوزيتو تخان تراماتيسي لي شوز، ربعه من الناس وانتم يا الناس، مش ربعه من الناس، راهي 80% نتاع الجزائريين معاهم، منعلو الشيطان
كي كانوا يروحوا يحبسوا الغناء، الناس تروح لدار الثقافه باش تغني وهما يجيو يحبسوا الغناء في دار الثقافه ويقول لكم ما نحبوش الغناء. وكانوا لي فيديو مازالوا كاينين، اذا تحبوا نجبدوهم نجبدهم، وانتم ساكتين وتقولوا لا 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 لا، خاطرش حبيتوا تقعدوا ديروا المال وحبيتوا تبلاصيو ولادكم في 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 في, في, في المدارس تاع فرنسا ومنا ومنا، وحبيتوا تخليوا البلاد قال ابري موا سي لي ديليج. وكيما قال لهم سي ويحيى انا شوي ريتريتابل، انا قريب نخرج لا ريتريت في الامان في الامان، ما على بالكمش باللي التي جي في مشى، والتي جي في ما ينجمش يلعبوا تران هكاك، ما ينجمش يلعبوا تران باسكو سي ان تران ا غروند فيتيس امبوسيبل يلعبوا تران تاع الكوك. والفاهم يفهم. ها هو صراكم اليوم، ها هو صراكم اليوم، لو كان ما تكونش فيها خطه رابيد تو تشويت جو دي بيان تو تشويت ايميديات، أديو الجزائري، أديو الجزائري، باسكو راه الخطرة هذه إذا فات الجزائر دخلت في 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 حرب أهلية كيما التسعينات، راه والله اللي يحبسها بشر، الشعب ما يروحش راح يخلي روحو يذبح هكاك، باش نتفاهمو مليح، الشعب راهو يستنى في لو جور جي، راهو ما يخليش روحو يذبح كيما في التسعينات، باش نتفاهمو مليح، والناس اللي ضحات في التسعينات ما همش راح يرجعوا يهزوا السلاح باش يحاربوا الارهاب، باسكو على بالهم باللي حاربوا الارهاب وهو شطرهم، ولاو يضربوا في الطرق ولاو يتسبوا في الطرق. البارح حكموا واحد من هذو من العسكر هذو عطاوه باش يقولوا بالهروه اللي ضربوه لا بوليس، بس حنا من انا الشرطه ما نقولش خدموا خدمتهم، علاش خدموا خدمتهم؟ عندهم اوامر. انا نشوف الناس اللي كانوا حاكمين الملفات نتاعهم واللي استهزاوا بهذه الفئه هذه اللي خلات الجزائر واقفة واللي خلات الجمهورية واقفة. أنا نتحي تحية كبيرة للجيش الوطني الشعبي وإلى الفور سيكوريتي كاملين اللي مازالوا حاكمين الجزائر، ما طاحتش. باقي هاد الناس هادو اللي قاعدين يديروا في السياسة، السياسة خاطيتكم، ما تنجموش، فوزات دي فابل، اسمعوني، فوزات دي فابل، ما قدرتوش. الناس يمناصيو فيكم، الناس يوجدوكم يمضيو في الماس، يمضيو في الماس ويسنوا فيكم، وانتم راكم قاعدين تتمسخروا وقاعدين نزيدوا منا ورمضان والزيت وما نعرف واش هو، ما نعرف واش قاعدين تتمسخروا، وانتم ما درتوا والو، ني زيت ني رمضان ني ني رينديتو، ما درتوا والو، قاعدين غير تحبوا تجيبوا التراس بالناس، وجوان والانتخابات وما نعرف واش هو، ما نعرف واش هو، وهو الحل نتاعكم هو انكم تروحوا. الحل تاع الجزائر هو ان الغوفرنومو هذا من الرئيس وهبط كامل تروح، ويجيبوا واحد كانش يكون واحد اللي عنده كما قال واحد اللي يكون عنده شويه كي السيسي، يكون زرقاز باش يجي غدوه يهز الميكرو، يهز الميكرو هاك بعد يحكم الميكرو كيما هاك بعد، ويطبطب فيه يطبطب فيه ويقول لهم اللي ما عجبوش الحال يخرج لبرا. هاو لازم، هاو لازم، لا ميور ديفونس سي لاطاك يا سي تبون، لا ميور ديفونس سي لاطاك يا سي تبون، لا ميور ديفونس سي لاطاك. ما تخليش انت الناس مسخين يجيو يعيطوا عليك انت رئيس ويتهموك بالكوكايين ويتهموك بالغبره وانت راك خاطي. لو كان موان جيت انت صح انت الشيء هذا لا غالب، انت على بالنا بيك باللي خاطي، ليش تا ولدك حتى هو يعرف الناس ومنها مي خاطيه هالمشاكل هذو. المشكل تاع الكوكايين على بالنا به باللي جابوه ناس داروه داروه بالعاني باش يضربوا به ناس ونجوا خلاص. الفيلم انتهى، كيف اسمه الفيلم خلاص. دونك يا ناس، الجزائر في خطر، هل من منقذ؟ هل من منقذ الجزائر؟ الزول في اللون نيمار، اه صباع، الي اوكي با تسوسي، الي داكور. واش راح نقول لكم يا ناس، خليكم باسكو الناس راح نشرب قهوة، نخرج نشرب قهوة، نهار عليا شوية دمار هذا، بلغيك القهوة نتاعي خير من تاعهم، مي مع التزامين نهضرو شوية. يعني واش نقول لكم، هضرتي على بالي باللي توجع القلب صح،
على بالي بلي الناس اللي يسمعوني راح يطيح المورال تاعهم. هذا الناس هذو اذا كاش ما عندهم وين يجيها يروحوا شفتوا في الاوروب، نقول لهم يلا ما تستناوش، واللي ما عندوش نقول له ربي ان شاء الله، ربي ان شاء الله يوفق، وربي ان شاء الله كاش ما كان البلاد يجيها واحد اللي يخبط الطبله كيما قال واحد ويرجعها ويحكم التران يرجعوا على اللي راي. هذا واش نقول لكم، من بعد نعاود نرجع لكم ان شاء الله في نوتر فيديو. نقول لكم بون ماتيني يا توتالور ان شاء الله بحول الله.